تتذكر لما كنا في المدرسة وكنت أغني وكانوا التلاميذ يشيلوني ويرموني برا ويحطوك أنت تغني محلي بدالي؟ فاكر يا ما كنت أتمنى أطلع مطرب. أنا كنت أتمنى أطلع تاجر. طلعت أنا تاجر وأنت مطرب. أوه بالطريقة دي تحققت أحلامنا إحنا الاثنين. على قولك حققنا أحلام بعض. برضك ما قلت لي أنا متى أقدر أخرج من هنا؟ قريب إن شاء الله. أسمع، ترى إذا ما خرجت قبل الحفلة الثانية بالطيب رايح أخرج بأي طريقة. معظم أعمال طلال مداح الراحل الكبير جعلتنا نتعلق فيه وجدانيا. هو اللي خذ على عاتقه مشوار كيف يتطور الفن السعودي. فنان طلال مداح الله يرحمه، أنا أعتقد أنه اللي فرش الطريق للفن السعودي من بعده. طلال زرع الحب والورد، زرع كل شيء جميل في الحياة. كان يعني صوت متفرد وصوت يعني مختلف. أجاد الفنان طلال مداح في تغيير نمط الأغنية السعودية، جعلها موازية ومنافسة للأغنية المصرية والشامية في وقته. لا يمكن استعراض تاريخ الأغنية السعودية بماضيها وحاضرها من دون الوقوف على سيرة الفنان الكبير طلال مداح، أو حتى الإشارة إلى شيء من نبل وتسامح وروح وبساطة طلال وإنسانيته. فدوره المهم في مراحل التأسيس والتطور لا يمكن أن ينسى. لأنه طلال يعني قامة وهامة عظيمة ورمز من رموز بلادي العالية الرفيعة، لأنه الفن لغة الشعوب، وطلال كان كلامه غناء وغناء وطرب وطربه تطريب وجمال كده كله من أوله لآخره. واللي بده يتعلم الغناء يغني أغاني طلال مداح. أنا أنصح أي فنان ناشئ لما تشوف من الاسم طلال مداح مربوط بكلمة صوت الأرض تعرف قد إيه طلال بيخش القلب. ميزات طلال أنه ما بيتخلى عن الناس اللي كانوا معاه في بداية مسيرته الفنية. فنان طلال مداح الله يرحمه، أنا أعتقد أنه اللي فرش الطريق للفن السعودي من بعده. فنان كان قادر أنه يوصل الأغنية واللحن السعودي للعالم العربي والعالم كله أيضا. إلى اليوم إحنا نسمع الأخوان في شرق آسيا أو في دول مختلفة كثير يتغنون بأغنية مقادير مثلا وغيرها من الأغاني. شخص قدر ينقل هذه الأغنية وهذا اللحن بطريقة غريبة، ما أعتقد في فنان بعد اكتشف هذه الطريقة ومشى عليها. يعني عشاك حي يا هوى عشاك، جازت الليالي الليالي فراق. عشاك حي يا هوى عشاك، جازت الليالي الليالي فراق. يا كودي فرقاهم على عيني، حال النوى بينه وما بيني. يا كودي فرقاهم على عيني، حال النوى بينه وما بيني. ولبي يا ليل يا ليل يا ليل الهوى. ولد الفنان طلال مداح في الخامس من أغسطس عام 1940 في مكة المكرمة. من مواليد مكة المكرمة، ولدت في مكة، عشت فيها تقريبا في بداية طفولتي حوالي 5 سنوات، بعدين انتقلت إلى مدينة الطائف لأسباب
يعني عمل الوالد. طفولته هو ما في شك عاش يتيم. هو والدته توفت وعمره سنتين، وبعدين كفله زوج خالته وخالته اللي هو علي مداح وهو انتسب إليه، فعاش يعني طفولة طفل يتيم مع خالته وزوج خالته. والله أنا أتولد طبعا من أسرة فقيرة بطبيعة الحال. والدي كان سجل يعني في مكة، وتعرف جبال مكة أيامها لا كان في دينموات ولا كان في وسائل عشان يطلعوا بها المويه للجبال، فهو كان يشيل الزفة، أبوي السقا مات يعني ويطلعها للجبال ديك طبعا. وبعدين لما بلغت الخامسة من عمري طبعا جوز خالتي طلع للطائف، مع أنهم كانوا بيشتغلوا في مكة سوا يعني، وكان هو في دار الأيتام، طلع للطائف وأخذني معاه ودخلني المدرسة، وطبعا أخذني باسمه مش باسم والدي الحقيقي اللي هو علي مداح، سر طلال علي مداح. واعتنى بي طبعا في خلال دراستي ومصاريفي، مصاريف الدراسية، مصاريف عاش اليتم، ذاق مرارة الفقد، عاش بعيدا عن والده عن والدته، بل أنه كان في كثير من الأحيان يذكر أنه لم يتلقى عطف الأمومة منذ طفولته. جوز خالتي الله يرحمهم كان اسمه علي مداح، وهو اللي قام بتربيتي طبعا بعد ما توفت والدتي، ووالدي كان مشغول بمشاغله، والشيء الطبيعي طبعا انه لما يكون والد مشغول بمشاغله ما يقدر كمان يهتم بتربية طفل مثلا ماتت والدته وهو في السنة الأولى من عمره أو في السنة الثانية، فقامت بتربية خالتي وعشت معها طوال السنين اللي كانت فيها الله يرحمها والله يسامحها حية. وعد يا حبيبي في ليلة ما تهجر وعد، 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 أضطت قمر على أم حصوانا، أضطت قمر وأنكر بعد هوانا يا حبيبي. بزغت موهبة الفنان طلال مداح منذ طفولته، واتضح ذلك أثناء تواجده في المدرسة حيث تعرف على أحد الأصدقاء الذين يعزفون على آلة العود، وأقاما سهرات السمر التي تضم الأصدقاء. أنا طلعت الطائف وأنا عمري 5 سنوات تقريبا، ودخلت طبعا في مدارسها ألين بلغت مرحلة الكفاءة اللي يسموها الثانوية في ذيك الأيام. وبطبيعة الحال كان في يعني الحفلات الأسبوعية اللي بعملوها في المدرسة دائما، كانوا يطالبوني باعتبار أنه لاحظوا أظن أنه ممكن أنا أؤدي يعني، أحاول أغني لعبد الوهاب، أحاول أغني لأم كلثوم، أحاول أغني لفريد الأطرش يعني في أيام الصبا يعني. طلال استطاع أنه يضع بصمته ويرسخ قدامه من أول فرصة يعني أتيحت له. أستاذ طلال مداح أول ما طلع كان استعان بالأستاذ محمد الرئيس. الأستاذ محمد الرئيس من تلامذة الأستاذ حسن جاوة، يعني يقول المجلسات بطريقة الأستاذ حسن جاوة، في نفس الوقت عازف عود ماهر وعازف قانون ماهر وعازف كمانجة ماهر وعازف إيقاع ماهر ومطرب ماهر وجسيس ماهر. هذا كان الرئيس، واستفاد منه الأستاذ طلال مداح. نحن يعني الفنان الصح
ما يستنكف انه هو يتعلم من اي واحد. ما يجرح وإن ضلنا ونتعذب وصابر عبر الزمن ماضي ومستقبل وحاضر. ما يجرح وإن ضلنا ونتعذب وصابر عبر الزمن ماضي ومستقبل وحاضر. أنا ليا قصة اسمها الحب اللي ولا أنا ليا قصة اسمها الحب اللي ولا. كان طلال مداح شغوفا بالفن، وهذا ما قاده لمداعبة أوتار العود ليضيف موهبة العزف على أولى الآلات الموسيقية لثقافته الفنية. في الصف الدراسي اللي أنا كنت بأدرس فيه في المدرسة الفيصلية، لاحظ واحد من زملائي التلامذة طبعا اللي كان هوايته يعني الموسيقى وعزف آلة العود، إني أنا صوتي حلو وبأغني أغاني فريد الأطراش وبأغني أغاني عبد الوهاب وبأغني أغاني أم كلثوم غير القرآن يعني. فقال ممكن يكون هذا وسيلة مساعدة لي يعني عشان يتقوى في العزف على آلة العود. فعرض علي إنه هو مثلا يجيب العود بتاعه عندي في البيت، وخصوصا إنه عيلته محافظة جدا وما يبغوا يعرفوا عنه يعني، وهو ما يبغاهم يعرفوا عنه إنه هو بيتعلم. فيخفي العود عندك. إيه فيخفي العود عندي. إيه. والشيء اللي بتعلمه من أستاذه أحمد باكلكة يجي يعني في فترة الساعة الزمان ما بين الغداء والأذان العصر اللي يروح فيه للدكان حقهم، عشان طبعا عندهم دكان نباتي يعني مسؤول عنه هو، يجي يتمرن ساعة زمان على آلة العود وأنا أغني له يعني. فاستمريت طبعا على هذا الموضوع صيفيه كامله، هو يجي ساعه زمان وروح في حال سبيله، انا العود عندي عاد افتري فيه. الشيء اللي بشوفه هو بيعمله طبعا هو بيتعلم من باكلكة، وانا بقعد الاحظه في حركات اصابعه في حركات، ولما يروح ابتدي عاد انا اتمرن عندي العود ساعات يعني 24 ساعه تقريبا. بدايته الفنيه كانت اول اغنيه اعملها وهي بدايه الاغنيه السعوديه الحقيقيه، لحن وردك يا زارع الورد اللي قدمه المسرح الإذاعة عام 59 ميلادي. هذا انطلاقته وانطلاقة الأغنية السعودية الحديثة، لأنه ما كان قبله كان عبارة عن يعني اجتهادات موروثات إلى آخره، لكن هو بنى إطار أغنية جديدة مذهب وكبلهين وردك يا زارع الورد، وانطلقت من هنا الأغنية السعودية الحديثة، وانطلق طلال مداح إلى عالم الشهرة والأضواء. لما علمني شو اسمه ده زميلي في الدراسة كان بيعلمني بعوده، فبطبيعة الحال يكون ما عندي عود يعني. والعود الأولاني اللي اشتريناه كان حق الحلواني، واللي اشترى لي إياه الأمير عبد الله بن فيصل الله يذكره بالخير ويشفيه ويرفع عنه، هو أول عود اللي اشترى لي إياه في حياته أو في حياتي بمعنى صح، أيام ما كان هو كمان مقيم في الطائف ذيك الأيام. كان طلال يشتغل على نفسه ويجتهد ويطور من نفسه، تعلم عزف العود في سن مبكر، تعلم النوتات، تعلم المقامات، تعلم عزف البيانو حتى في وقت متأخر من عمره. كان متابع لكل ما يكتب عن الفن، وكان يقرأ كل ما يدون عن الفنون الموسيقية، وكان يسأل، وكان يعتبر نفسه أنه ما زال تلميذا في مدرسة الفنون حتى بعد ما وصل في 60 من عمره. غيبة المحبوب من غير اختيار لظروف تمنعه من الدلال، من يبشرني ويحسن من الاسرار الحبيب اللي سمى حالي. غيبة المحبوب من غير اختيار لظروف تمنعه من الدلال، تجارة من يدور للتجارة وغناتي من متي وغاس مالي، وتجارة من يدور للتجارة
حتكلف بالخسارة بس أشوفك يا هوا بالي قبالي. عندما بلغ العشرين من عمره سمعه مراقب عام الإذاعة حينها عباس غزاوي وهو يغني في إحدى الحفلات وأعجب بصوته وقدم له فرصة الذهاب لمدينة جدة للعمل في تسجيل الأغاني للإذاعة. فكانت البداية مع أغنية وردك يا زارع الورد عام 1959. من ضمن الحفلات كنت بعمل حفلات الأمير عبد الرحمن بن سعود، كان يسوي حفلات أحيانا، وكان بيكون متواجد عنده الله يرحمه اللي يرفع عنه إذا كان موجود الأستاذ عباس غزاوي. طلب مني أن أنزل لجدة، هو اللي طلب مني أن أنزل لجدة عشان أشارك في مسارح الإذاعة. وما كانت ذيك الأيام بدأت مسارح الإذاعة، وكان أول مسرح اشتركت فيه بعد ما تقابلنا المقابلة ذيك يمكن بعدها بشهر أو ما شابه ذلك، لما نزلت إلى جدة وكنت أسكن عند خالتي في مكة وأنزل وقت البروفات بس وعملت الحفلة. زارع الورد اللي كانت فاتحة عهد جديد وتدشين مرحلة جديدة في 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 الأغنية السعودية، يعني هي اللي دكت يعني أوتاد الأغنية الحديثة. ما قبلها كان اجتهادات وكانت الحان يعني رتيبة مكررة، مع تقديرنا يعني لتجارب من سبق ومن يعني جاء بعده، لكن طلال كان متفرد يعني في في ألحانه. بعدها مثلا نشيد وطني مثل وطني الحبيب، هذا الذي يعني لا زال النشيد الأول رغم مضي أكثر من نصف قرن على غنائه. هي سبب شهرته يعني، هي اللي عرفت الناس منه، ويتهيأ لي من الأسباب أنه ما كان في الفترة هذيك يذاع من الإذاعة إلا أغاني فقط وطنية، أغاني عاطفية إطلاقاً ما كانت تذاع. فهذه وردك زارع الورد علماً بأنها يعني هي عاطفية خفيفة يعني صباحية، تعتبر أغنية صباحية. نعم. لكن اعتبرت عاطفية. أسس طلال مداح مع الفنان لطفي زيني شركة إنتاج فني تبنت كل أعمال طلال في ذلك الوقت، وظهر اسم طلال مداح جلياً بعد أن أصبح اسمه يدرج جنباً إلى جنب مع كبار مطربي تلك الفترة في الحجاز مثل طارق عبد الحكيم ومحمد علي سندي وفوزي محسون وعبد الله محمد وغيرهم.
هذا صحبة عاد بدايتها طبعا كانت الصحافة، انه كان يشتغل في الصحافة. وبعدين حب انه يخش في موضوع البزنس، يعني شركة جديدة اسمها رياض فون كانت في ذيك الايام، انا كنت اتعاون مع توزيعات الشرق. وبعد محاولات ومناورات منه بالذات وافقت انا واشتركت معهم في الشركة هذه. وبعدين طبعا هو مسك ادارتها بطبيعة الحال. خلي ما بيننا همس القلوب، خلي قلبي في صلاة صدرك يدوب. خلي ما بيننا همس القلوب، خلي قلبي في صلاة صدرك يدوب. يسهر مع رمش الحنون، يمسي على سحر العيون. يسهر مع رمش الحنون، يمسي على سحر العيون. خلي ما بيننا همس القلوب، خلي قلبي في صلاة صوتك يدوب. خلي ما بيننا همس القلوب، خلي قلبي في صلاة صوتك يدوب. يسهر مع رمش الحنون، يمسي على سحر العيون. يسهر مع رمش الحنون، على سحر العيون. يحكي مع الطرف الخدود، لا 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 يقول. خلي العيون عنا تدود، لا تدود لا تدود. خلي العيون عنا تدود، لا خلي الفرح فيها يبين، والابتسامة على الجنون. خلي الفرح فيها يبين، والابتسامة على الجنون. ولفت طرف الخدود، لا 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 تقول. خلي العيون عنا لكم الأغنية الفلانية تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعة واحدة كيف لكم الأغنية الفلانية تلحين الموسيقار طلال مداح. دفعة واحدة كيف وانا غني وهو وياي غنى. مكسم غزال اللي وريد، مكسم غزال. انتشرت شهرة طلال مداح إقليميا إلى أن وصل صوته إلى عاصمة الفن العربي القاهرة،
واستمع له أباطرة الفن مثل محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي، وأبدوا جميعا إعجابهم بصوته وقدموا له ألحانهم. أولا مع الأستاذ الكبير طبعا محمد عبد الوهاب، أو الأساتذة الكبار طبعا محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي من القاهرة مصر يعني. وبالنسبة لبنان من زمان، أيوة، مع الأستاذ مارون سالم، ومن الكويت مع يوسف المهنا. يعني في سفراتي عادة بأحب أني أنا أتعاون مع الزملاء، نساهم في انتشار الأغنية السعودية خارج الحدود. يعني لو استعرضنا مثلا، أو لما نرى خالد محمد عبد الوهاب الموسيقار لما يعطي لحن لفنان سعودي، فمعناته إحنا عندنا فنان غير عادي. كان برنارد بيضة مرة زار الشركة دي في جدة، والتقيت بي وطلب مني أني أنا أروح للبنان عشان يعني يواجهني بالدكتور محمد عبد الوهاب، عشان يحصل بيننا تعاون، يطبعوهم على شركتهم وتقبل شركتنا نحن إن هي توزع في المملكة، يعني من الناحية التجارية. كنت واجهة جديد في ذلك الوقت ولا كنت طلال؟ لا كنت، كان لي يعني خارجة مهنية لا بأس بها. في كان عمرك كم سنة؟ يمكن كان 28 أو 30 يعني. وبعدين إيش صار؟ وبعدين طبعا سوينا العقد، وسافر هو ذيك السنة إلى جنيف، والتقى بأمير اسمه سعود بن سعد، أخذ منه القصيدة ولحنها. على ما تعرف عبد الوهاب لما يلحن بياخذ وقت يعني اللحن. فاستطاع أن يلتقي بأستاذ طلال مداح وأن يستمع إليه وأن يعطيه شهادته الحقيقية. أيضا الأستاذ بليغ حمدي يبدو لي كان في لقاء بينهم وأشاد بصوت طلال وبتجربة طلال. ولو لم يكن طلال بهذا الحجم من الضوء والضياء لما استطعنا أن نتحدث عنه بعد غياب 22 سنة. ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عيني؟ ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من عيني؟ والبذر يشكو من بهاكي ويختفي، والورد يزهو من سنا خديك، والورد يزهو من سنا خديك. في أول تجربة سينمائية له مع فيلم شارع الضباب مع الفنانة صباح والفنان رشيد علامة، وساعده في الانتشار عربيا أسوة بغيره من النجوم العرب الذين اتخذوا السينما مرحلة مهمة ومساعدا لهم في الانتشار. هذا الموضوع حصل، نحن يعني كان عندنا هواية إنه دائما نطرق الأمور إلا ما سبقونا لها أحد من زملائنا، والفكرة هذه كانت عند لطفي زيني قبلي إنه هو بده يشترك في فيلم باعتبار ممثل يعني. أنا قلت له نشترك مع بعض ونعمل فيلم. في واحد زميل فنان مصري اسمه جعفر والي الله يذكره بالخير، إن كان هو حي الله يرحمه كان مات، قال أنا ممكن، هو مصور فقط، قال أنا ممكن أسوي لكم فيلم في جدة 16 ملي. اتفقنا أنا ولطفي زين وحسن دردير على أساس إنه هو يعمل لنا الفيلم وفي يعمل لنا المشاهد في يعني في شو يعني في جدة. نعم. نعمل حي لايف يعني. تصوير حريق. وعمل أول فيلم يعتبر سعودي يعني عمل فني في البلد، بس ما كان عنده الإمكانيات
بالنسبه للكاميرات تعرف الموضوع ده ما يجي ببساطه من ناحيه الاخراج لانك تقول يعني هو نحن انا اخذ انا ما نخرج يعني المشكله ما هي مشكله والقصه ممكن نكتبها يعني بس هي المشكله التصوير ايوه والاجهزه هو كان عنده اجهزه يعني على قد حاله يعني ما عنده اجهزه استوديو كامل او ما زبطت معانا الحكايه دي مع انه مر عليها حوالي 3 شهور قلنا لا اذا في الحاله دي ما لنا الا لبنان رحنا لبنان كان في سيد طنطاوي هذا كان كلاكيت مع حسن امام وسوى في لبنان مخرج طبعا يعني لبنان ده تعرف واول واحد التقاه في طريقه عشان يصيده انا عمل تقريبا حوالي 5 سيناريوهات عشان انت عارف الوضع الاجتماعي عندنا هنا بالنسبه لي في اشياء ممنوعات للست ما لازم يعني تطلع لابسه ملابس يعني فاضحه يعني عشان نحصر السيناريو بطريقه اللي ممكن نعرض الفيلم بها في المملكه في النهاية رسى أخيرا على الفيلم اللي هو سماه شارع الضباب هذا الله يذكر بالخير هذا بيعني 3 بيوت وشوية حنبشة مما حنبشته في ديك الأيام من قريشات يعني كلفني 100,000 ليرة ذاك الزمان فعلا عملته والمفروض اني انا اخذ بس حقوق المملكه يعني حق توزيعه في المملكه او استغلاله في المملكه هو له باقي العالم لانه هو شريك معي في برنامج وانا ايش ابغى بقيه العالم وفين اروح اتابعه يعني كيف اتابعه هو غلط غلطه فظيعه لولا غلطها يعني كان ممكن الفيلم ده يخليني اسوي بعده فيلم يعني لو انا اول من استغل وراح اعطاه او باعه للامير حمود ولا بالحب ما هو داري فيلم لطلال مداح جابه هنا فرجوا على العائلة كلهم سارت نقل الفيلم من بيت لبيت 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 ضيع لي الفرصة اللي أنا متوقع منها إني أرجع على الأقل مصاريف الفيلم قد هام قلبي والفؤاد لديك إني لأذكر عهدك والصفا إني لأذكر عهدك والصفا ويعلم الله أني لست ناسيك ماذا طرق طلال مداح كذلك باب الدراما وقام ببطولة المسلسل التلفزيوني الأصيل مع لطفي زيني وحسن دردير طيب تقدر تقول لي ايش شعورك لو طحت قبل ما تنقفل الستارة؟ المهم انا الميت هفضل جالس في المستشفى الى ربنا يشفيك يعني المسألة تطول؟ على فكرة انا قبل ما اجي على هنا مريت على شركة الاسطوانات علشان اطمن على اخبار اسطوانتك الجديدة ايه؟ ها انطبعت؟ وبكرة باذن الله راح يرسلونا العينة عظيم تتذكر يا ممدوح تتذكر لما كنا في المدرسة وكنت أغني وكانوا التلاميذ يشيلوني ويرموني برا ويحطوك انت تغني محلي بدالي فاكر يا ما كنت أتمنى أطلع مطرب أنا كنت أتمنى أطلع تاجر طلعت أنا تاجر وانت مطرب أو بالطريقة دي تحققت أحلامنا إحنا الاثنين بدأ طلال المداح المشاركة في الحفلات الغنائية المقامة في لبنان والقاهرة وسوريا وكان له حضور لافت في مسارح القاهرة في السبعينات رغم وجود أساطير الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وتغنى بأغانيه الشهيرة في ذلك الوقت مثل مقادير وأغراب وأنادي ولا تقول وقفي وهل الجدايل
وغيرها. أيام ما كانوا بيعملوا مسارح التلفزيون طبعاً كنا نعملها في هذه الصالة بالذات فيها متواجدين. وبعدها طبعاً انشغلنا بحفلات الصيف، حفلات اللي كنا نعملها بالنسبة للدول المجاورة، منها ما هو في مصر، منها ما هو في الشام، منها ما هو في شمال المغرب. فحصل نوع من التباعد، وكمان في نفس الوقت في الفترة هذه كان ألغي مسرح التلفزيون، ألغي أو أجل أو ما شابه ذلك. استطاع أن يحيي العديد من الحفلات على مستوى الوطن العربي وأيضا على المستوى الدولي، سواء كان في لندن في أوروبا بشكل عام. خلاف ذلك تعاونه مع ولقائه مع كثير من عمالقة الفن في الستينات والسبعينات، سواء كان في مصر أو في دول أخرى عربية، استطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي وأيضا على المستوى المحلي. لو حبت النجمة نهر وطحت على صدر سنة، لو حبت النجمة نهر وطحت على صدر سنة، إن مرت الغيمة قهر هبت اسمها قهر، إن مرت الغيمة قهر هبت اسمها قهر، ولو رمى طفل حجر عكر مواعيد الهنا، ولو رمى طفل حجر عكر مواعيد الهنا، لو حبة النجمة نار لو حبة. حمل طلال مداح ألقابا عدة كالحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق وصوت الأرض، وصنفته الساحة الفنية برائد الحداثة في الأغنية السعودية، كما تغنى بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب، كما لقب أيضا بصوت الأرض. قال عنه الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن: تجاوز الفن الغنائي السعودي بفضل صوته حدود الوطن ليصل للعالم العربي كله، وتميزه وتفرده ليس فقط في صوته اللين الدافئ القوي، إنما في شخصيته البسيطة الطيبة وأفكاره وفلسفته الخاصة للأشياء وعنها. أما الأمير الشاعر محمد العبدالله الفيصل فقال عنه: طلال مداح تاريخ، وتاريخ الأغنية السعودية كانت بداياته الفعلية على يد طلال مداح، واشتهرت بفضل طلال مداح رغم محاولات من سبقوه. عاصرت المرحلة القديمة والمرحلة المتوسطة والمرحلة الحديثة، فكنا نأخذ في المرحلة القديمة من آبائنا وأجدادنا وفنانين الكبار أمثال إبراهيم السما من المدينة، والشريف هاشم وحسن جاوة وكردوس ومحمود مؤمنة القدامى الذي أنا عاصرتهم، وهم كذلك كانوا يغنوا من الأشياء التي حفظوها عن آبائهم وأجدادهم، فأنا حضرتهم وأخذت منهم القديم. وجينا إحنا في المرحلة المتوسطة وابتدأنا نكون أنفسنا بأنفسنا، الذي هو مجموعة من الفنانين الذي هو عبد الرحمن المؤذن، عبد الله محمد طارق، عبد الحكيم، طلال مداح. أحب الاطلاع، قراءة، ثقافة، الأدب، الشعر، كان مطلع على جميع العلوم، لأنه ما في شك أنه هو كمان خدمه هذا في الشيء، أنه ما في شك أنه خدمه في الشيء هذا، أنه لما بدأ يدخل مجالس الأدبية والثقافية ويختلط في الناس المثقفين والأدباء والمتعلمين، فزاد هو كمان نمى ثقافته من هذا الشيء. تعرف جلس في صوالين في جدة، في الرياض، في الطائف، في مكة، وجلس أيضا في بيروت. هو انطلق تقريبا عربيا من بيروت، ومن بيروت هو كان أساسا ارتاد مجلس سعيد فريحة في بيروت، ومن خلاله في هذا المجلس تعرف على أباطرة الفن، تعرف على محمد عبد الوهاب، تعرف على الموسيقي اللبناني عبود عبد العال، تعرف على مارون ثابت، تعرف على
على صباح، على نجاة الصغيرة، كلهم كانوا لما يجوا في هذا يرتادوا المجالس في بيروت وكذا. فمن هنا يعني كان ثقف نفسه فنيا أدبيا فكريا. يعني ما ترك لون إلا وغنى، حتى المصري غنى، حتى المغربي غنى، حتى من عربي غنى. ليه؟ لأنه الفنان فنان. خاصة ترى لا تأخذني، مو عنصرية، ابن مكة عشان معاشر كل القوميات الإسلامية يقدر يغني أي غناء. أولا طلال كان يعني الوسط، وسط المحيط به كان يعني أغلبهم أدباء وشعراء ومن رواد، يعني كان يحتك فيهم طاهر زمخشري، محمد حسن عواد، شبكشي، كان يعني رجالات الحجاز المثقفين يعني اللي كانوا سابقين صراحة في الوعي وفي الثقافة وفي الصحافة. فكان هو مجالس لهم، وكان يعني هو حتى طلال الذي يتحدث عن نفسه في لقاءاته أنه كانت الذاكرة عنده قوية جداً، كان يحفظ اللحن، يحفظ الكلمات، فكان يسمع الشعر ويتذوق. وأعتقد أن طلال من يكاد الفنان الوحيد، الفنان السعودي الوحيد اللي هو ارتقى بذائقتنا ذوقيا، يعني رفع السقف الجمالي عندنا في تذوق الشعر. يعني إذا كان عرفنا أنه أفضل من يؤدي المجس، والمجس معروف أنه يعني الكلمات القصائد الفصيحة، هو تقريبا يمكن أكثر من 200 قصيدة غناها، من أحمد شوقي للأخطر الصغير، طاهر زمخشري، جميع الشعراء، مجنون ليلى، جميع الشعراء يعني غنى لهم طلال، وكان يحفظ وكان يرتجل. يعني الفنان طلال المداح الذي أحدث نقلة في الأغنية العربية وليست فقط السعودية. هو ملحن، مطرب، عازف عود، عازف كمانجة، ترى عازف كمانجة محترم، ترى عازف إيقاع، بعدين وصادق في كل هذه. يعني حيث ما يمسك آلة يمسكها بحقها ويعطيها حقها. فاللي زي هذا ما يغلب في إنه هو يعطي الكل والكل يحبه ويقود منه. وفي نفس الوقت هو كان أحد الأودية العظيمة اللي بتغذي الفن في المملكة العربية السعودية. طلعت لألقاب كثيرة، صوت الأرض، قيثارة الشرق، الحنجرة الذهبية، كل هذه الألقاب ما جات من فراغ. يعني شخصية كل من سمع أغانيها، كل من سمع لحنها تأثر وقدر يعطيه لقب. استطاع طلال الوصول إلى لبنان، إلى مصر، إلى سوريا في وقت مبكر من حياته، من عام تقريبا 1965 كانت أول سفرة لطلال مداح إلى لبنان، والتقى فيها بعدد من الفنانين وعدد من الشعراء. ولذلك يعتبر طلال من الناس القلائل أو الأوائل الذين نقلوا الفن السعودي للخارج في ذلك الوقت. يوم شفت هذيك العيون الأميرة النهير، يوم شفت هذيك العيون الأميرة النهير، حملت من دافي ولها أبحرت داخل عمقها، حملت من جدافي ولها أبحرت داخل عمقها، حسيت ملكها روحي أسير الحبها، حسيت ملكها روحي أسير الحبها. حصل طلال مداح على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، كما حصل على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وعلى العديد من الشهادات والتكريم، آخرها في مهرجان الأغنية العربية بالقاهرة عام 1998 ميلادية. استطاع أن يعبر من الأغنية المكبلها إلى الأغنية السريعة إلى الأغاني حتى بلغات متعددة، أواسب بلهجات متعددة، لهجات عربية متعددة، وهذا طبيعي في نمو الفنان وتصاعده الفني.
قدم طلال مداح العديد من الأغاني الوطنية التي ما زالت تعيش في وجدان الشارع السعودي، واتسمت بقوة الكلمة وجمال اللحن وتفرد الأداء. روحي وما ملكت يداي فداه، وطن الحبيب وهل أحب سواه، وطن الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه، منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورباه. طلال كان متفرد يعني في ألحانه، بعدها مثلا نشيد وطني مثل وطني الحبيب، هذا الذي يعني لا زال النشيد الأول رغم مضي أكثر من نصف قرن على غنائه. وطن الحبيب اللي خالد وتردد حتى الآن في مناسباتنا، طلال ترك بصمة كبيرة وأغانيه الوطنية لا زالت خالدة. قلوبنا فوق أيدينا هدايانا، قلوبنا فوق أيدينا هدايانا، فحب فيصل من أولى مدايانا، فحب فيصل من أولى مدايانا، قلوبنا فوق أيدينا هدايانا، قلوبنا فوق أيدينا هدايانا، فحب فيصل من أولى مدايانا، فحب فيصل من أولى مدايانا، وأجمل الحب. شارك طلال مداح في جميع المهرجانات داخل السعودية منذ عام 1380 هجرية إلى عام 1421 هجرية، كما شارك في العديد من المهرجانات في الخليج العربي ومصر وسوريا ولبنان والجزائر وتونس وليبيا. فقد كان هناك عدد من الفعاليات الوطنية، من المهرجان الوطني للجنادرية، افتتاح ملعب الملك فهد في عام 88، كانت حرب الخليج في التسعينات، إضافة إلى المناسبات المتعددة والمتكررة، كانت هذه وقود رائع وقوي جدا للفنان طلال مداح حتى يقدم فيها أقوى ما يملك وأجمل ما يملك. وأغنية وطن الحبيب وغيرها من الأغاني الوطنية الخالدة إلى يومنا هذا والجميع يصدح فيها. لم يكن طلال مداح مغنيا فقط، بل قدم نفسه كملحن. غنى من ألحانه العديد من المطربين العرب مثل وردة الجزائرية وهالة هادي وسميرة سعيد وعبد الكريم عبد القادر وعبد الله رويشد وأنغام وغيرهم من الفنانين. من زمان يعني أنا لحنت من حوالي 20 سنة تقريبا لعادل مأمون، ولحنت لفايزة أحمد، بس سبب عدم انتشاره أنه هم ما ركزوا عليه في حفلات، ما يعني كانت زي ما تقول أسباب تجارية لشركة يعني أنتجت هذا العمل، ولسميرة توفيق والفهد بلان وسميرة بن سعيد في مجموعة كبيرة. يعني الفنان طلال مداح رحمه الله أبدع في الكثير من الأغاني التي هي من ألحانه، واستطاع من فترة الستينات الميلادية إلى السبعينات أن يعتمد كثيرا على نفسه في كثير من الأغاني الطربية والأغاني الخالدة اللي موجودة إلى الآن. طلال لم يكن يعني فنان عادي، طلال يعني ومن الصعب اختزاله في الصوت العذب الجميل، يعني صوت طلال من أجمل الأصوات عربيا، يعني هذه لا نقاش في جمالية صوته، لكن طلال الملحن، طلال ملحن عظيم، لحن لفايزة أحمد ولحن لفنانين كبار سواء محليا أو عربيا، حتى سراج عمر الموسيقار سراج عمر في إحدى يعني لقاءاته قال بأن طلال ملحن شرس بهذا الوصف.
عاصر الفنان الكبير طلال مداح العديد من الفنانين والشعراء والملحنين، فكان داعما متفهما للمنافسة الشريفة ومتعاونا مع الجميع. علاقته الفنية كان يمتاز بعلاقته مع جميع زملاء الفنانين، علاقة جميلة جدا مبنية على الحب والشفافية. كان دائما يعني منزله يعتبر مكان لتجمع كل الفنانين. في منزله أنا يعني شفت أستاذ محمد عبده، أستاذ عمر كدرس، سراج عمر، أستاذ عباد الجوهر، عبد المجيد عبد الله، سامي إحسان، محمد شفيق، محمد المغيص، كل الفنانين اللي تتخيلهم، ومحمد عمر، علي عبد الكريم، كلهم كانوا هذا منزله هو ارتياد لهم. الطيبة والبساطة والتواضع اتضحت في سلوكه الطبيعي في التعامل سواء مع عائلته أو مع الناس أو حتى مع زملائه الفنانين. الصحافة الفنية يعني يتهيأ لي صراع، شبه صراع القائم بين فرق الكورة بالنسبة ما بين مشجعين مثلا الفنان فلان والفنان فلان والفنان فلان، ساحة صراع يعني، ساحة صراع أقلام بالأقلام مو بالأقدام. الصحافة الفنية لم تستوعب يعني قيمة طلال الفنية وقيمته الثقافية كما يجب، يعني تم اختزال تجربة طلال ومن معه ومن كان يحيط به من فنانين في عملية التنافس. العلاقة طبعا تحديدا مع محمد عبده هي أكثر ممتازة وهذا الشيء معروف، ولكن الإعلام كان في عندنا إحنا فجوة في الإعلام أو صحف معينة مع الفنان طلال وصحف معينة مع الفنان محمد عبده. في تلك الفترة طبعا كان يعاني طلال مداح، كان يعاني من الموضوع هذا مع إيمانه الكامل إنه محمد عبده كلهم تنافس شريف في إطار مهنة جميلة فنية. كتاب الصحافة مقالات اللي يحطوا عليها من شتات، الغرض منها بالنسبة للقارئ شد القارئ، شد القارئ عشان إنه يقرأ الموضوع. ولكن حصل بينه وبين محمد إنه نحن يعني التقينا لقى معين يسبب هزيمة أحد في الطرفين، يا أنا يا هو، ما قد حصل. يعني أنا محمد لما يطلع في الحفلات في القاهرة مثلا وأكون متواجد في القاهرة ما ممكن أطلع في الحفل اللي هو بيطلع فيه في اليوم اللي هو يطلع فيه، لا يمكن. يعني علما بأنه ما حصل بيننا اتفاق يعني شخصي أنا وهو على أساس إنه يا محمد أنت يوم ما يكون عندك حفلة أنا ما حنزل، ويوم ما يكون عندي أنا حفلة أنت ما حتنزل، لكن تتابعون بعض يعني متى حفلة طريقته الخاصة الوقت. خلص في الموعد هذا أنا ما حاول إنه أحد أتفق معه على حفلة. نفس الشيء هو لما يكون عندي حفل ما يتفق في نفس اليوم اللي أكون عندي حفل فيه مع أحد من المتعاهدين إنه يعمل فيه حفل تاني. كنت شامل نفسي بقول كلام تاني. لا تحس صوت أستاذ هذا Yeah.
احنا وعودنا طابت على الاولاد. رحل طلال مداح عام 2000 ميلادية أمام ما يقارب من 3000 مشاهد من جمهوره على خشبة مسرح المفتاحة بعد مسيرة فنية حافلة بالغناء والتلحين والإنتاج، ساهم من خلالها في تطور الأغنية السعودية وانتشارها. أحب جمهوره وبادلوه هذا الحب لتبقى أعماله حاضرة في القلوب، وسيرته الطيبة وخلقه الجم في تاريخ الفن إلى يومنا هذا. فبقول له إيش عندك جديد تبغى تغني؟ فقال لي أبدأ أغني قديم. فشوف سبحان الله، هو كان بيغني الله يرد خطاك لبلاد لدروب خلانك، وشوف بيقول الله يرد خطاك لدروب خلانك. وصلنا المسرح الساعة 9 في الليل، مقاعد على مين في الصف الأول، بدأ يغني عبد الله بالخير، خلص وصلته طلع راح الوتيل، دخل عباد الجوهر خلص وصلته طلع، الجمهور كان يستنى طلال مداح، دخل طلال مداح. أول ما جلس طلع حيوه الجمهور بكثرة دجاج، وكان يأخذ العود يمشي على المسرح والجمهور يحيونه، بعدين جلس بدأ يغني أغنيته الأولى. أنا كنت أخذ له لقطات، صور لقطات كاميرات، لأنه عادة تأخذ الفنان أول ما يدخل المسرح تأخذ له لقطات، بعدين تجلس خلاص اللقطات هذه تكفي. أول ما جيت أجلس كذا شفت اللي جنبي اثنين إعلاميين قاموا بشكل يعني سريع، فأنا توقعت إن في شيء زي الانفراد الصحفي أو خبر. فلما لفيت أبغى أنتبه وجدت أبو عبد الله طايح من على الكرسي على الأرض. أنا وقفت، كان يبعد عنا يمكن 4 متر 5 متر، ما في 3 متر والستيج، وهو بينه بعد الستيج بمتر. أتذكر أني أنا وقفت جيت جنب الستيج، صار أصوات ارتفعت في المسرح والعالم وهرج ومرج صار في المسرح، قفلوا المسرح ستارة، الجمهور في ثواني ترك المسرح، المسرح يشيل 3400 كان فل. فاتجهت فندق مستشفى أبها الخاص، وجدت أتذكر العسكر مقفلين قسم الطوارئ مسوين زي الحاجز، يمكن فيه 3000 اللي في المسرح طلعوا عند المستشفى ينتظروا ما حد يدخل. أتذكر أني أنا الحين ما أعرف توفى ما توفى إيش حالته. أتذكر أن عباد الجوهر جاء سمحوا له يدخل، وأنا أنتظر عبادي لأنه الآن أنا ماني عارف ورافض يدخلونا. طلع عبادي ويبكي، لما شفت عبادي طالع ويبكي أنا عرفت أنه توفى، لأنه أنا أعرف علاقة عبادي فيه، فقلت أنا لو أنه بخير ما حيطلع عبادي. واتفقنا أنه هو يروح الحفل حق أبها، وبعد كده يروح لندن مراجعة للطبيب ويرجع القاهرة ويجينا عشان ننتفذ، ولم يمهل القدر يعني. الله يغفر له ويرحمه ويجزيه خير دائما أبدا. أنا ما تقدر تذكر طلال المداح إلا بكل خير. كأثر علي أنا ما أنسى في عام 2000 كيف ساد الحزن بخبر وفاته وهو على المسرح الله يرحمه. أنا كنت أتفرج على التلفزيون، كان وقتها عمري 13-14 سنة، وشفت الأثر اللي وصل لأهلي بعد وفاته. وثاني يوم لما طلعت من البيت ورحت شفت أصدقائي، شفت أن الكل متأثر في الشارع، كبير صغير، السعودي الغير سعودي. فكيف لفنان أنه يأثر على الناس هذول كلهم في نفس الوقت؟ هذه علقت في ذاكرتي وما أقدر أنساها. يظل الفنان حيا في وجداننا، الفنان لا يموت، الفنان يبقى بتراثه الفني بصوته بإحساسه، بدليل أنه ما زال حي بيننا وما زلنا نردد أغاني إلى يومنا هذا. دمعة وداع 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 كل عيني
مع قصتها وعز الهوى حتى على أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى. الأغنية في السابق كانت عاطفية أكثر وكان الجمهور فعلا متعطش عاطفيا أكثر. في حقوق فنان لجو أمان عز الكلام الكلام عز البكا والابتسام وترحل صرختي